خليكي بعيدة عني ولا تقربي. مفهوم؟ إذا شفتيني على الطريق لا توقفي كأني مو موجود لحتى يموت فرحات. يعني انطري بس لحتى الشرطة تمسكه وتعاقبه. أنا تغيرت هلا، صرت إنسان تاني يا زينة. أنا دفنته لمهند لدين وللأبد. الحكي إليك كمان، سمعتوا؟ أنا كنت مفكرة إنه بس مهند بيجي لهون. أنتوا كلكم لازم تبعدوا عني. بس هذا مانو حل. شوفي، قلت لها لأمي وعبقلكم إلكم، هالزلمة مشرك ومو معروف أبدا شو ممكن يساوي، وما حدا بيعرف شو هي خطوته الجاية، لهيك لازم تبعدوا عني. عم فكر انه روح على ايطاليا. مشان اهلي، لانه ابي مانو مرتاح لوضعه وامي مو مرتاحه كمان. ممتاز، هيك احسن. وانت بدك توعدنا كمان يا مهند انك ما رح تنتقم من فرحات. طيب مرحبا مالي. دير بالك من الشرطة، أنا ما دخلني بشي. أنصحك تخلي حدا يشك فيك، وأي غلطة صغيرة بتروح كل تعبنا على الفاضي. بكرة رح يكون يوم مهم. شو طيبة هالبوظة روقتني. ليش عابسة؟ أكيد البنت تعبانة يا عمري، أكيد بتكون ما نامت من لما عرفت عن أبوها. والله كل الوقت ما هدي لي بال. خلص بقى، صار أبوك منيح. إذا بتضلي هيك بدنا نرجعك لعند أبوك. جميلة، روحي جهزي التخت مشان زينب تنام. ماشي، خليهن عنك أنا برجع بشيله. أنتي روحي مثل ما بدك، أنا ما رح صر عليكي. كتير غريب، أنا مو قدرانة أصدق إني رجعت لهون. كتير غريب، يمكن لأنك اجيت بسرعة وعلى خبر سيء. بكرة رح يطلع أبوك من المستشفى ورح تصيري أحسن. شكرا إليك خالته كوثر. على شو عم تشكريني يا قلبي؟ يلا روحي نامي. تصبحوا على خير. تصبحي على خير. تصبحي على خير. وأنتوا بخير.